لكم. هي فعالة وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد، مرحبا بجميع المتتبعين. كنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو وانتم بيئة الصحة والعافية. كنتمنى يا ربي يرقكم هذا الفيديو، وكنتمنى أن الفيديوهات اللي كندير كلهم كيعجبوكم. كنلمس هذا الشيء من التعاليق ديالكم، التعاليق الجميلة اللي كتخليو لي فريمون كتلج لي الصدر ديالي. دائما كنقول لكم تنشكركم وسنعود نشكركم بزاف وبزاف وبزاف، راكم اعزاز وغاليين. اخوتي اخواتي، انا اليوم في المحل ديال توباز، كيف تتعرفوا المحل ديال البيع والشراء ديالي ديال الشوكولا وديال الضيافر. كنحب اولا قبل ما نبدا نهضر معكم نقول لكم كنتمنى من كل قلبي تدخلوا عند واحد الانسانه اللي عزيزه وغاليه عليا بزاف. كل مره غادي نسرد لكم واحد الاسم اللي عنده قناه في اليوتيوب باش تدخلوا عنده وتساندوهم، لان عندهم محتوى جميل ولكن عندهم مشاهده شويه طايحه. كنتمنى كيف شجعتيوني وكيف شجعتيو الناس اللي قبل مني تشجعوهم حتى هما تشوفوا لهم المحتوى ديالهم. وكل نهار كل مره في كل فيديو غادي نعطيكم اسم وغادي تدخلوا عنده، وغنخلي لكم الرابط ديالو مثبت ان شاء الله في اول تعليق. كنطلب منكم وكنترجاكم الله يحفظكم الله يخليكم تدخلوا عند هاد الناس هادو اللي غنقول لكم. غنبدا بكويزين لالا عيشة 21. كويزين لالا عيشة 21 قناتها قناة خاصة للطبخ وبس، ولكن داكشي اللي كدير غنقول لكم زوين، وصفات ناجحة 100%. غادي تدخلوا وغادي تجربوا وغادي تشكروني وغتقولوا لي شكرا اللي رويتي لنا هاد السيدة اللي قمة في الروعة، الطبخ ديالها فريمون شي حاجة اللي ممتازة ممتازة. هذه كانت أول حاجة اللي كنت بغيت نقول لكم. وكذلك ما تنساوش القناة ديالي الثانية، لأن كيف قلت لكم كنتعرض للسينيال في هذه القناة ما عرفتش علاش، لأنني أولا ما كندير حتى شي حاجة اللي كتسيء لواحد آخرين ولا كنهضر في شي حد، بالعكس كندير محتوى نقي وكندير شي حاجة اللي كترضي الجميع. المهم الله يهديهم، أنتم كتشوفوا الديزلايكات وكتشوفوا بأن تيسينيا اللي وليا القناة، داكشي علاش درت قناة ثانية راها قريبة تفعل ما بقى والو الا بالمساعدة ديالكم وبالمشاهدة ديالكم. ان شاء الله الفيديوهات غادي نوصل ان شاء الله، وغادي نديرها احتياطية الى وقع ولا ربما شي حاجة لهاد القناة نصيب هذيك القناة احتياطية. وشكرا لكم، كنطلب منكم شوية بزاف ولكن كنعرف بان قلبكم كبير وما غاديش تبخلوا عليا. اليوم اخوتي انا جيت المحل كنعوض شويه كنرتب شويه، الحركه ما نكذبش عليكم واقفه، ما كاين لا داخل لا خارج. فريمون الوقت ديال كورونا تعذبنا وتعذبنا كثير في هذا المحل، ولكن كل مره كنقولوا اليوم غدا هاد السيمانه يطلقوا هاد الشهر يطلقوا، وحنا عند الله سبحانه وتعالى كنتمنى يا ربي في هاد الايام المقبله ان شاء الله يحلوا لنا هاد الحجر الصحي، وان شاء الله ترجع المياه لمجاريها. الله يكون في عوان مساكن الناس اللي فريمون ويرفع ما عندهمش باش يقضيو محتاجين، ووقفت لهم الحركه في هاد الوقت كورونا. الحمد لله احنا بعد شويه كنتعاونوا من هنا ومن هنا، ولكن هادشي اللي غنقول الحمد لله. على كل حال كيف قلت ان شاء الله يا ربي تطلق هاد الحمله هذه اللي دايرين، هاد الحجر الصحي اللي دايرين، ونعود ترجع المياه الى مجاريها. داكشي جيت نعود شويه المحل، تقولوا تحركوا ترزقوا، هادشي جيت اليوم ان شاء الله نعود المحل، نعوضوا شويه نردوا كل حاجه
نقلبوا ونشقلبوا كيف تيقولوا، تبدي المنازل راحه. وواحد المثال واحد اخر تيقولوا، والله الا مشى من على بالي، كنت باغي نقول لكم مشى نهائيا على البال ديالي. والو مشى نهائيا، بغيت نقول لكم ولكن مشى حتى نتفكروا ونقول لكم. المهم انا غندور الكاميرا، كنمسحوا شويه الغبره، كننجفوا، كنعوطوا، تنقادوا شويه المحل. بغيت نهضر لكم على هاد السرغينه. انا كناخذها بغيت، ما كناخذهاش هكذا، كناخذها عاد انا كنصوبها على يديا. وش غنقول لكم، واحد الريحه كتطلع منها، يا سلام، واحد الريحه زوينه. كنسقيها بالروح ديال الزهر، وكندير فيها العود القماري والمسكه الحره، المسكه الحره اللي ديال البخور، ماشي المسكه الحره اللي كنمضغو. وكندير فيها المسك، وكندير فيها العنبر، وكتجي يا سلام واحد الريحه زوينه. ما كنديرش فيها الشبه والحمل، اللي بغى يزيدهم تيزيدهم، هذوك هادي ديال النفاس ولا ديال الافراح ولا هذا، كتكون هكذا، ما كتكونش فيها الشبه والحرمل، كتكون اما هكذا صفراء ولا كتكون هكذا ملونه. ولكن هذه رقيقه كي تشوفوا، رقيقه رقيقه بزاف، وكاينه حتى هي ملونه وهي غليظه شويه. هذه عندي رائعه، اللي كياخذها من عندي كل شيء كتعجبو وتيعود يرجع ياخذها. ما نقول لكمش واحد الريحه دابا ملي كنحل القجاجات، تيعطي واحد الريحه عجيبه. هذه المسكه الحره، انتم تشوفوا تبارك الله، مسكه تبارك الله كبيره وزوينه. هذه كتمشي في الدفور وكتصلح، تتصلح المضيق اللي عنده المعده ولا الكبده ولا هذا، مزيانه مزيانه بزاف الكبده والمعده والحموضيه وداك الشيء، كتقرا وتداوي شحال ديال الامراض مهمه بزاف. وكنديروها حتى في الدوازداتاي، ديك الرقيقه ديالها اللي كتبقى كنديروها في الدوازداتاي، كتعطي واحد النسمه هائله في الدوازداتاي. وهذا اللبان، هذا اللبان حتى هو بحال المسك الحره، حتى هو كيتمضغ وتيمكننا نبخرو به. وكذلك عنده منافع كثيره 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 للكبده ولا المعده ولا الجهاز العظمي، ولا فريمون زوينه وزوينه بزاف وغاليه، ما ماشي رخيصه. الجرام تيسوى الكثير، كتكون في اليمن، هي كتجي من اليمن، ولكن عجيبه ومهمه. وعندنا تنديرو حتى العود القماري، حتى نرويكم الاشكال ديالو. الوغ هنا كي تتشوفوا عندنا العود القماري، تبارك الله ما شاء الله، طريفات كبار، هانتوما كتشوفوا لحطيتها هنا، هانتوما غيبان لكم الحجم ديالها، طرف كبار. والعود القماري حر، ماشي هذا الوزغي داك الحر المعتبر، هانتوما كتشوفوا ما شاء الله. وكاين اللي بغى الطرف صغار، كاين طرف صغار بحال هكذا، بحال كاين اشكال، كاين صغر منهم، كاين كبر منهم، كاين بزاف ديال الانواع ديال هاد العود القماري. كاين الناس اللي واخدين العود ديالهم خلينا لهم في النشاط ديالهم. المهم هادو اشكال ديال العود القماري، وعنده واحد الريحه زوينه، يا سلام، هذا من ارفع العود اللي كاين، تيعيطوا له الوزغي، فريمون شي حاجه ممتازه ممتازه للغايه. الوغ كيف ما كتشوفوا، حنا مازالين كنديروا الميناج هنايا. انا من بعد هنايا الطيافر باش نديروا الميناج من الظهر ديالهم. المهم كان هذا واحد شويه ديال
شنو عندنا هنا في المحل؟ شاركتوا معكم اليوم، درت معكم العود والبسكه وصرغينا. المره الجايه غنرويكم كيفاش نصوب صرغينا، كيفاش نسقيها، كيفاش نخلطها، وهذا غادي نشارك معكم هذه المسائل كامله. وكل مره نشارك معكم شي حويجات اللي زوينين ان شاء الله يروقكم ويعجبكم. واللي بغات شي حاجه ولا عجبها شي حاجه في المحل تقول لي، وانا راه الاشاره ديالكم. وكنشكركم بزاف على المشاهده، وكنشكركم بزاف بزاف على التعاليق الجميله ديالكم، والله يخليكم. والصداع هذه الكراطه طاحت، ماشي مشكل. المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا، حنا كنبينوا لكم الواقع اللي كاين، وحتى الكواليس هي كنبينوها لكم. يلا تنقول لكم شكرا بزاف على المشاهده، الله يخطيكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع الف 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 سلامه.